شو مخبأ سنة 2024 لكل مواليد الأبراج، ابتداء من برج الحمل انتهاء ببرج الحوت؟ بكتابي سنة الكرات المشتعلة رح تكون تعرفوا يوم بيوم شو رح يعطيكم برجكم من تفاصيل. أما هلأ بننتقل لمواليد برج الثور. سنة 2024 رح تكون عليك حلوة مع بعض التعب بشهر نوفمبر، لأنه داخل عليك عصر تكنولوجي رح يكون زاعع، ونفس الوقت في عبارة رح أقول لك إياها ببداية شهر نوفمبر لما بيدخل بلوتون على المربع الثالث مع برجك الصديق الحوت. بيقول لك العبارة: أوعك أوعك تفكر لحظة إنك تنسى أكلة الرز بالشعيرية مع البندورة. وهذه العبارة رح تكون لمواليد برج الثور، ديروا بالكم فيها بشهر نوفمبر 2024.